أطول كلمة أحيلها في هذا الشوط، الشوط الثالث للحيل، خامس أشواط هذا المساء، وحمد بن محمد الزعبي. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، أيها الإخوة المتابعين أهلا ومرحبا بكم، أسعد الله مساءكم وأطابت جميع أوقاتكم بكل خير ومحبة. أيها الإخوة الأفاضل، هذه انطلاقة شوطنا الخامس ضمن انطلاقات والتحديات هذا المساء. هذا الشوط هو مخصص للحيل في هذه الفترة المسائية، ونحن نعيش وإياكم هذه الفرحة وهذه التحديات في هذا المهرجان الذي حقيقة فرحنا من بدايته وحتى بإذن الله تعالى في نهايته، ونحن عايشين هذه الفرحة، فرحة أخوية خليجية تجمعنا بكل دول مجلس التعاون الخليجي الراقبين والهاوين والمحبين لهذه الرياضة العربية الأصيلة. أيها الإخوة الأفاضل، مهرجان سيدي سمو الأمير الوالد الذي عشنا وإياكم 9 أيام وهذا هو تاسعها، بينما ختامها بإذن الله تعالى سيكون في مساء يوم الغد مع سيف سيدي سمو الأمير الوالد. نبدأ ونتعرف وإياكم لما يحدث وما يسير على مقدمة هذا الشوط، الصدارة والمقدمة مع القارية من تقير هنا وتحتل المركز الأول، القارية لحمد بن محمد بن طالب بن عقيل من يتواجد مع المركز الأول، بينما تليها على المركز الثاني لمحة عبد الهادي بن عبد الله بن محمد بن نايفة الهاجري مع لمحة على المركز الثاني. ننتقل إلى المركز الثالث، تتواجد هنا مزنه لمصبح بن راشد الفتان الفلاسي من يتواجد على المركز الثالث الدور، والنقلة عند المركز الرابع، الوصول هنا على رابع المراكز من الجذابة، مبارك بن محمد بن زايد المطوع الخيارين وعتيق بن حمد بن قريع المري من يتواجد في عملية تضميرها، بينما تصل هنا ضجيج من تحتل المركز الخامس، تعود ملكيتها لمحمد بن راشد بن حميدي المنصوري من يتواجد مع ضجيج على خامس المراكز. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة، وهذه الخمسة المراكز التي أيضا كلها قريبة من بعض، كلها قريبة من بعض، المركز الأول والخامس والرابع والثالث هنا والثاني هنا تتنافس على الصدارة والمقدمة، ولكن القارية هي من تحتل الصدارة وتقود هذه الجموع، القارية من تسيطر على أول المراكز، القارية. ولكن هناك شعار الفتان مصبح بن راشد الفتان الفلاسي من يتواجد مع مزنة غيرت في هذه اللحظات وانتقلت بدورها إلى المركز الأول وإلى قيادة هذا الشوط. هذه مزنة مع مقدمة هذا الانطلاق، الله يا مزنة، تعود ملكيتها لمصبح بن راشد الفتان الفلاسي. هنا تتراجع المركز الثاني، تتراجع الغارية، حمد بن محمد بن طالب بن عقيل من يتواجد مع المركز الثاني وعلى المركز الثالث، تتقدم على المركز الثالث من الجانب الأيمن. هنا ضجيج محمد بن راشد بن حميدي المنصوري من يتواجد مع ضجيج على المركز الثالث وعلى المركز الرابع، تتواجد الجذابة مبارك بن محمد بن زايد المطوع الخيارين وعتيق بن حمد بن قريع المري من يتابعها في التضمير. التراجع من لمحة على المركز الخامس، عبد الهادي بن عبد الله بن محمد بن نايفة الهاجري من يتواجد مع لمحة على المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. أيها الإخوة المتابعين، نعود ونرجع وإياكم إلى مقدمة هذا الشوط، الصدارة والقيادة مع مقدمة هذا الانطلاق،
مزنة من تحتل المركز الأول، مصبح بن راشد الفتان الفلاسي من يتواجد مع مزنة مع المركز الأول ومع قيادة هذا الانطلاق، بينما تليها على المركز الثاني الغارية حمد بن محمد بن طالب بن عقيل النابت المري من يتواجد على المركز الثاني مع القارية. السلام، هذا شعار البرنس من يتواجد على المركز الثاني، شعار له تاريخه، له ثقله وله إنجازاته، هنا يحتل المركز الثاني ومع القارية بالتحديد. يا سلام يا سلام، توجيهات أيضا وتعليمات حمد بن محمد بن عقيل من يتواجد في توجيهاته وتعليماته هنا مع القارية من تحتل المركز الثاني. يا سلام، يلا أبو محمد، هناك محبين هذا الشعار وكذلك محبين أيضا ميدان الشحانية يتابعون هذا الشعار الأدعم الذي يحمل هذه النجمة البيضاء التي تتميز هنا في هذا الشعار. بينما هنا على المركز الثالث القدوم هنا من ضجيج تعود ملكيتها لمحمد بن راشد بن حميد المنصوري من يتواجد مع ضجيج على المركز الثالث. الدور والنقلة هنا عند المركز الرابع، هنا مشاهدين الكرام الجذابة لها تاريخها كذلك ولها إنجازاتها في هذا الموسم، تابعناها أيضا هنا في ميدان الشحانية حاصلة على نقاط متميزة دائما وفي المقدمة دائما من بداية هذا الموسم، تحتل المركز الرابع. مبارك بن محمد بن زايد مطوع الخيارين، عتيق بن حمد بن قريع المري من يتابعها في التضمير. المركز الخامس تتقدم فيه لمحة لعبد الهادي بن عبد الله بن محمد بن نايفه الهاجري من يتواجد مع لمحة على المركز الخامس، ولكن نرجع إلى مزنة. مزنة مع المركز الأول، مزنة مع قيادة هذا الشوط، مزنة من تتحكم في زمام الأمور، هذه مزنة من تسيطر على المركز الأول وتفتتح الثلاثة كيلومترات بشعار الفتان المميز، بشعار الفتان الذي أصال وجال في كل ميدان. الله، يا سلام يا سلام يا مزنة، يا سلام يا مزنة، يا سلام، هذه انطلاقة مزنة هنا الذاتية مع المركز الأول. تعود ملكية مزنة المصبح بن راشد الفتان الفلاسي من تسيطر على مقدمة هذا الشوط بهذا الشكل الجميل وبهذا الأداء المميز. هنا تسيطر على المقدمة على الكادر الأعلى وعلى الكادر الفوقاني. يا سلام، الله، يا مزنة شكلها تباعد المسافة عن بقية المراكز، روحت مزنة لأجل الناموس، تريد السيارة النيسان بترول ستيشن T3 هناك تنتظر مزنة وكذلك من ينافس مزنة هناك عند خط النهاية، وخاصة هنا هذا الشعار، شعار مصبح بن راشد الفتان الفلاسي. المركز الثاني تتواجد فيه القارية على المركز الثاني، حمد بن محمد بن طالب بن عقيل من يتواجد معها هنا في هذه الانطلاقة وفي هذه التحركات. هنا حمد بن محمد بن طالب بن عقيل مع القارية من تتواجد على ثاني المراكز. المركز الثالث وصلت الجذابة، غيرت إلى المركز الثالث، مبارك بن محمد بن زايد المطوع الخيارين وعتيق بن حمد بن قريع المري من يتابعها، مزعج المضمرين هنا، واثنين كيلومتر يا مزعج المضمرين، اثنين كيلومتر على خط النهاية. يا سلام يا سلام، المركز الرابع وصلت هنا ضجيج لمحمد بن راشد بن حميد، محمد بن راشد بن حميد المنصوري من يتواجد مع ضجيج على المركز الرابع وخامسا. الوصول على المركز الخامس، من تحركت إلى المركز الخامس هنا شوهين حمد بن نهيان بن سالم العامري في أول نداء لها في هذه اللحظات. نعود إلى مزنة الفتان مع المركز الأول، 1500 متر تذكرنا بأبيات حايلا قد هي تشوش الريح الزعفران، باقي وترها من العام في عذنونها. الله،
الله الله الله، هذه مزنة وصح لسان الشاعر. نعم مليء رصيدها بالإنجازات، مليء رصيدها بالتاريخ، مليء رصيدها بالانتصارات. الله، خلونا نروح مع مزنة، بنروح مع مزنة. مزنة مشاهدينا الأفاضل، هنا متعودة دائما على هذه اللحظات الجميلة. والكيلو الأخير يا الفتان، الكيلو الأخير هنا مصبح بالراشد الفتان الفلاسي مع مزنة التاريخ، مزنة الإنجازات. هنا مع المقدمة تحركت الجذابة تتحرك على المركز الثاني. هنا بشعار مبارك بن محمد بن زايد المطوع الخياري، عتيق بن حمد بن قريع البري من يتابعها في التضمير، شعار بن نهيان يصل على المركز الثالث. هنا شوهين حمد بن نهيان بن سالم العومري، ولكن مزنة والجذابة تتحرك على المركز الثاني، مزنة على المركز الأول، الجذابة تقترب، مزنة لازالت، مزنة مع المركز الأول بشعار الفتان، مزنة يا سلام. الله، مزنة مع المقدمة، مزنة والجذابة، ولكن شوفوا شواهين على المركز الثالث، شواهين وصلت، حمد بن الهيام بن سالم العامري. الله، هذه مزنة، ولكن شوفوا اللي وصلت هنا، شواهين مع ابن نهيان، ولكن مزنة يا سلام، مزنة، ولكن شواهين غيرت شواهين، يا سلام شواهين. مشاهدينا الكرام، افرضت نفسها بقوة في هذا الشوط واحتلت المركز الأول. تهانينا والناموس لمالك شواهين على هذا الناموس. حمد بن الهيام بن سالم العامري المركز الثاني، وصلت فيه مزنة، مصبح بالراشد الفتان الفلاسي المركز الثالث، وصلت على المركز الثالث الجذابة مبارك بن محمد بن زايد المطوع الخيرين. المركز الرابع، وصلت على المركز الرابع ترف لراشد بن سعيد بن منان الكتبي. المركز الخامس، وصلت فيه مثيرة لناصر بن مغير بن سالم بن حارب العميمي، ناصر بن مغير بن سالم بن حارب الحميمي من فاز معنا بالمركز الخامس ومع مثيرة. إذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، هذه هي لحظة وصول شواهين إلى خط النهاية، قاطعة المسافة في 12 دقيقة 43 ثانية 88 جزء من الثانية. هذا هو توقيت شواهين. تهانينا والناموس لحمد بن هيام بن سالم العامري على هذا الناموس. أما المركز الثاني فوصلت فيه مزنة، قطعت المسافة في 12 دقيقة 44 ثانية 32 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمالك مزنة مصبح بالراشد الفتان الفلاسي. أما المركز الثالث فوصلت فيه الجذابة 12 دقيقة 45 ثانية 62 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمالك الجذابة مبارك بن محمد بن زايد المطوع الخيارين. التهنئة موصولة